جيم مع شاد ممنوع الاقتراب او التصوير. صندوق كوارث وازمات محدد بلائحه للصرف منه. ايراد عام 140 الف جنيه ولا حاجه. اروح ابني مشروع ب 120 مليون وانا عندي 140 الف جنيه؟ لكن انا عندي قيمه قويه جدا للارض بتاعتنا هنحاول نستغلها الايام اللي جايه. برضه ده مجهود مش بطال، لكن مش ده الابداع يعني. فلوس اتنقلت من مكان راحت مكان تاني، اجتهدنا فيها، تعبنا فيها. استاذ خالد سعيد في المجلس اللي فات او قبل ما يسيب المجلس الحالي تعب جدا فيها. استاذه نجوى جت كملت. المجلس بيدعم القرارات الناجحه دايما. نجحنا في ان احنا نحقق فائض جوه صناديق محدده، لكن احنا كمرشدين كنقابه احنا ما عندناش فلوس ندي حاجه لحد. الايراد العام 140 الف جنيه، وده السبب فيه برضه يعني زياده اشتراكات الزملاء والزميلات، اقبال في التجديد، او ايرادات ابو سمبل اللي بدات تتحرك شويه. فده مجمل الموضوع، واي تفاصيل في الجهاز المحاسبي او في اموال النقابه انا بقولها بملء الفاه. انا ومجلسي مسؤولين عنها مسؤوليه كامله الى يوم الدين، يعني بعد ما نخرج من النقابه اي حد في اي جهاز رقابي في الدوله او اي مجلس ياتي بعدي انا مسؤول قدامه عن كل ربع جنيه، مش عن كل جنيه. مسؤوليه واضحه واتحدى فيها، انا اسف يعني، احسن محاسبين العالم. ده اللي احنا عايزين نقوله بخصوص اموال النقابه. استاذ خالد سعيد عايز يتكلم، اتفضل. استاذ السلام عليكم. خالد سعيد مرشد اسباني، بحيي الزملاء في المجلس وجميع الحضور وامين صندوق النقابه الصادق. مرشد شكرا. في جزئيتين بس اتكلم فيهم بسرعه. طبعا الجزئيه بتاعت الابلكيشن، اولا ده مشروع واعي ممتاز جدا، بس ملحوظ اللي انا علمتها قبل كده ان انا كان نفسي النقابه يكون لها اليد الطولى في العائد بتاع المشروع ده، سواء النقابه ما دفعتش حاجه او تكلفته ممكن توصل ل 200 250 الف جنيه، بس كان المفروض النقابه هي تكون اعلى لان الشركه هتاخد 70 80%. هي دي بس الملحوظه، لكن غير كده طبعا في المقابل النقابه عشان ما دفعتش، لكن هو مستقبليا هيكون لي كونتاكت مع بقيه الزملاء بحيث النقابه يكون لها اليد الطوله. طبعا بتكلم بمنتهى الصراحه والارقام لا تعرف. طيب تعليقا على الجزئيه دي، استاذ خالد طبعا من احسن امناء الصندوق اللي جاب النقابه وعارف تفاصيل الدخل والداخل والخارج زيه ايه، وعارف مدى صعوبه خروج الجنيه من خزينه النقابه. لو في بس كانوا عارفين انه هيرجع خمسه. انا ازاي احنا كمجلس ممكن ظروف النقابه هي اللي ايه اللي حالت. انا بقول تمام، ولكن اطمن برضو ان النقابه ليها اليد الطوله حسب بنود العقد. عايزين يكون لنا اليد الطوله من المؤسسه. لا لينا اليد الطوله ونفذنا كل اللي احنا عايزينه فوق الشركه. تمام، يعني الشركه انا بعتبرها شغاله عندي مش اكتر. هو ده اللي نحافظ عليه. تمام يا بيه. حتى لو هي مكسبها هو الاعلى. تمام يا بيه. الثانيه خاصه بفلوس المعاشات، وانا كنت مهتم كده. وفي جزئيه ثالثه خاصه بس بالسؤال لامانه الصندوق. اولا انا شفت دراسه الجدوى الخاصه بارض النادي، مش هنتكلم فيها التفاصيل. اولا انا بشكر ان التمويل باعد عن صندوق المعاشات، لان صندوق المعاشات صندوق واعد بيجيب 5 مليون ونص تقريبا، هيوصلوا 6 مليون سنويا. مش ده الرقم اللي حضرتك قلت فيه، رقم غير دقيق، بل صالحك ان هو رقم اعلى. بتقول 54 مليون بيعملوا 3 مليون وحاجه، لا ده الكوارث والمعاشات بيعملوا 7.5 مليون سنويا. لا 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 بالعكس، انا بس بقول الارقام ده لصالح المجلس. ده في فرق 4 مليون جنيه. الجزئيه اللي انا عايز اعرفها باسم جزئيه المعاشات اللي انا كان لازم اقولها ان احنا بنحافظ عليه، ها؟ وده صندوق واعد جدا زي الاستاذه نجوى ما تفضلت، بس انا عايز اعرف هو سؤالي بقى اللي هو الاخير يعني. في ثلاث صناديق رئيسيين في النقابه، صندوق الايراد العام وصندوق المعاشات وصندوق الكوارث. انا عايز اعرف في ارقام من غير تفاصيل حاليا الرصيد مصروفات ايرادات الحاليه للثلاث صناديق دول. وليه المليون جنيه اللي المفروض كانت الوزاره تدفعها في 6/2017 ما دفعتهاش لحد دلوقتي؟ بس هم الاستفسارين دول من حق الناس تعرف الارقام زي ما قلنا، ما بتعرفش مجمل. الثلاث صناديق رصيد ايراد مصروفات بس. طيب علشان برضه زي ما قلت لحضرتك يا استاذ، بشكرك جدا. ارقام ايرادات مجرد الايميل كل الناس تاخد فيه الداتا المحاسبيه كلها عن عام 2017/2018، ممكن تتبعت من النقابه ايميل لكل الزملاء باللي موجود في الصناديق، ايراداته، مصروفاته الحاليه،
لان لو قعدنا نستطرد في ارقام دكتور خالد هتاخد وقت. لكن انا بشكرك جدا في تعليقك على الابلكيشن ودي نقطه مهمه جدا. النقابه ما عندهاش فلوس انها تخاطر وتدفع جنيه في اي مشروع جديد. لما جينا عايزين نتواصل مع حضراتكم قلنا نعمل ابلكيشن فتعرضت علينا ب 350 الف جنيه تدفعه من النقابه علشان نعمل ابلكيشن. سيب يا حبيبي فين؟ سيب لما تمشي حاجه كتير ما نخلص خالص. تمام؟ 350 الف جنيه. جينا في المجلس نجوى امين الصندوق قال لك لا انا ما ادفعش الفلوس ده انا خايف. اتكلمنا مع بعض فمائلنا مش عارف ايه ضغطنا على الشركه. ناصر اللي ماسك الملف قعد مع الشركه قال لهم الملف هيبوظ نزلنا ل 150 الف. يعني النقابه تدفع 150 الف وناخد فوائد المشروع من الاعلانات والسبونسر وحصيله المرشدين 50% للنقابه مش كده مستر خالد؟ و 50% مين؟ للشركه. 50% في المستقبل وادفع 150 الف جنيه وما عنديش في الصندوق فلوس؟ قلنا لا، انت كشركه احنا عايزينها منك ببلاش واحنا هنستخدمها وهنسوقها وهنروجها. طب وايه بعدين؟ وناخد 10% تركه في السنه الثانيه ال 20 في السنه الثالثه ال 30%. يبقى احنا علشان مفيش فلوس وعلشان ما نخاطرش خدنا الطريق الاكثر ان احنا ما ندفعش ولا مليم وناخد الخدمه وناخد التسهيلات وينجح الابلكيشن. نجح الابلكيشن نبقى نعيد التعاقد بشكل اخر. والشركه شركه محترمه جدا ومتفاهمه جدا وناس شغالين فعلا على قدر المصاص. ده عشان كده احنا ما دخلناش في الناحيه الماليه. لكن الهيمنه والسيطره على الابلكيشن وادارتها هو الاي تي الخاص بنقابه المرشدين السياحيين. هو نقابه المرشدين السياحيين وتحت اشراف مباشر مستر ناصر الشام. ليه؟ ان الابلكيشن هي عباره عن ربط المرشد بالعالم كله، ربط المرشد بالنقابه للابد. الجست اللي هيجي لك مره هيفضل مرتبط بيك مدى الحياه، مش هو بس، هو وكل اصدقائه. هو لو عمل اي حاجه على الابلكيشن وهو في مصر، اللوكيشن بتاعه والصوره اللي بيصورها في الهرم او في الكرنك، كل اصدقائه في العالم هيشوفوها على السوشيال ميديا. ده موضوع الابلكيشن. ارقام استاذ خالد استسمحك باي ميل نبعت لك كل الداتا اللي انت عايزها عن الموقف النهارده لان اصلا ما عادش في حد من زملائنا عشان يتكلم في تفاصيل ارقام. مين كان عايز يتكلم في حاجه ثانيه؟ الدكتور اتفضل يا فندم. السلام عليكم. انا مصطفى عثمان مرشد من سنه 79. انا بتكلم بخصوص اليوميه ازاي نقدر ننفذ قانون او قرار بتاع الوزير 700 جنيه. للاسف زي ما الاستاذ حسن قال ان احنا عندنا زملاء بيشتغلوا من غير يوميه، زملاء بيشتغلوا باكلهم على المراكب ما بياخدوش يوميه وما بينزلوا ما بيعملوش حاجه خالص. للاسف ناس تاخد يوميات اي كلام. لازم يبقى فيه ضغط على المرشدين ما نسيبهاش بالشكل ده. وانا اقترح وكتبت الكلام ده على الفيسبوك كاسمي جرش عثمان ان احنا نعمل لجنه من النقابه ومن الوزاره ومن الضرايب. النقابه تتفق مع الضرايب وحط لجنة في المتحف ولجنة في الهرم ولجنة في الكرنك ولجنة في كل مكان ممكن بيزيد بيكون فيه أعداد كبيرة من المرشدين. الصبح تقابل المرشد من أمر الشغل وأمر الشغل ده يتكتب بصيغة تشمل الأجر. الأجر اليومية سواء كان يشتغل يوم أو يشتغل أسبوع أو يشتغل ثلاث أيام على حسب. أحاسبه عليها. مأمور الضرايب هياخد صورة من الأمر الشغل على افتراض نزل ومعهوش أمر شغل. ياخدوا منه صورة الكارنيه ويتحسب عليه يومية ويفرض عليه إنه يكتب رقم الملف الضريبي بتاعه. لو النهارده كل مرشد جه قدام المتحف أو الهرم أو وقال انا
عندي يوميه النهارده ودفع واسف واتسجل له ال 700 جنيه هحاسبه على ال 700 جنيه. خد من الشركه 10 جنيه ما خدش ولا مليم هحاسبه على ال 700 جنيه. تخيلوا لا يمكن بعد اسبوع المرشد ده هيوافق انه يدفع ان هو ينزل ببلاش. ينزل ببلاش ليه؟ ما هو خلاص اتحاسب على 700 جنيه. معايا؟ دي فيها انا عارف ان ديت فيها ضغط على المرشد ولكن من غصب عن المرشد هيبقى وقتها قدام الشركه لا اسف مش هشتغل من غير يوميه. بآسف مش هشتغل ببلاش او مش هشتغل ب 100 جنيه ولا ب 200 جنيه. هياخد لانه هيدفع النهارده انتوا لو حسبتوها انت بتدفع 5% للشركه ضرايب مبدئيه لاخر السنه وعشر سنه اللي حاسبوك عليها تحاسبك على الاجمالي. الاجمالي 20% لما يكون المبلغ كبير. وفي الحاله ديت حضرتك هتدفع 20%. واحد هيدفع هيعمل له 100 يوم يعني هيتحاسب على 70,000 جنيه يعني هيدفع 14,000 جنيه ضرايب معايا. هل هيقبل ان يدفع ال 14,000 جنيه من جيبه؟ هيحارب مع الشركه ان ياخد فلوسه اللي هي موجوده في قرار الوزاره. اشكرك شكرا جدا دكتور مصطفى شكرا. في حاجه عايز اكلمكم فيها برضه كانت اثرت لغط شويه الاسبوع اللي فات. برافو. هو التامين على المرشدين ضد الحوادث. يعني كنا اتكلمنا في الموضوع ده من حوالي شهر وبالفعل احنا اصدرنا بوليس التامين من احدى الشركات وحصل برضه خلاف وانشقاق داخل المجلس على القرار. هل احنا كنقابه ندفع ولا الزملاء اللي يدفعوا؟ هل احنا عندنا في اللائحه فلوس تطلع من صندوق معين؟ فاحنا كنا تاركين الموضوع ده كله لتصويت الجمعيه العموميه اللي كانت هتستكمل النهارده. فالمشروع احنا ارجعناه عشان كان في اجتماع النهارده والجمعيه العموميه بس هي اللي من حقها تقول يا حسن خد من صندوق اكس وادفع لواي. لكن احنا كمجلس في اطار التخبط المالي والحرص الشديد على عدم الانفاق و الى اخره مش عايز اقول ان احنا بنتراجع ولكن دعم الجمعيه العموميه في مثل هذه القرارات هو الاهم. انا معايا هنا النهارده الاستاذ المحترم حمدي عبد المولى اللي مقدم هذا العرض للشركه. هو عباره عن بروكر بيقدم عرض شركه مصر للتامين التكافلي على الاشخاص والممتلكات ضد الحوادث. هو هيتكلم معاكم ثلاث دقائق بس خدوا فكره واحنا ربنا قدرنا كمجلس ونعرف ناخد القرار ان شاء الله الايام اللي جايه ونشوف بعد ما نخلص كل اجراءاتنا الاداريه والقانونيه نقدر ازاي نامن على كل اخواتنا وزملائنا وزميلاتنا ضد الحوادث.